المسلسل هو عبارة عن سكتشات، كم سكتش عم تشتغلي فيهم حيشوفوك الناس؟ تقريبا 5 أو 6، بس سكتشات مختلفة. اشتغلت سكتش شاعرة، سكتش دكتورة، سكتش معلمة مدرسة، كل الجد لا يخلو من الكوميديا الجدية. واشتغلت سكتش طيارة مع الصديقة الحبيبة هي الشعيبي وحبيب الحبيب والأسعد الزهراني. رقم 4 هو زوجي. رقم 4 شنو؟ زوجك. شنو؟ وبالمشاهد اللي رافقنا فيها ميس كانت عم تتصور على شط البحر بدبي، والأجواء كانت كتير تروبيكال، واختارت ميس إنها تظهر بفلوريد توب مع بينكش بانتس، وحتى إنها زينت شعرها بالورد. مبسوطة باللوك اللي عملتها اليوم؟ كلش فرحانة بالعمل نفسه، وفرحانة بتجربتي أيضا مع المخرج الكبير الأستاذ أوس الشرقي، وهذه يمكن التجربة 10 أو 12 مع المخرج المبدع أوس الشرقي. هلا أنا عم بقول الناس كمان بيعم بيقولوا بالتلفزيون خرجت تطلعي بهذا اللوك مثلا؟ والله احتمال اتمشي أخذ آيس كريم شوية بشارع المراقبات. بيقولوا يا حرام شو صاير لنا. يقولوا الناس لما غير كوكب عادي ماكو مشكلة. بس هو سعيد اليوم الألوان حلوة وكذا، بس التصوير صعب على الشمس وعلى البحر، يوم طويل. احنا لازم نتحمل كل الأشياء وتحت أي طقس سواء كان بارد أو حار، حتى يتمتع المشاهد بمنظر جميل، بصورة حلوة، بممثلين حلوين، ويا رب نوصل للي بال المشاهد والشيء الغريب اللي ما متعود عليه. وبهاليوم اجتمعت ميس بنجمة تانية بهالعمل وهي شمس، اللي كمان صورت مشاهدها وهي عم تغني وترقص مع مجموعة من الراقصين الشباب، واختارت أوتفيت مريح عبارة عن فستان عليه صور فاكهة مع توب بيضة، وكملت اللوك ببوندانا على رأسها، وكان واضح خلال التصوير الأجواء العفوية بينها وبين ميس. هلا وانتوا عم ترقصوا الرقصة لاحظت انه في بالمشهد شمس بتعمل لك كيك. ايه ليش؟ حبيبتي شمس طبعا انا من كلش احبها وصديقة غالية علي، ما تدري انا وراها، بعدين انا قلت لها اطمئني انا وراك. 1 2 3 4